أمي العزيزة الطيبة، بعد السلام حبيت أقول إن الكلام عنك يطول، ومفيش حروف فيه توصفك، معلش بطلب تسمحي أبدأ وأحاول أنصفك. أنت الأمل وسط الآلام، أنت الشعاع وسط الظلام، أنت الحروف وسط الكلام، أنت الشروق قبل الغروب. لما أحضنك فعلا بدوب واشعر واحس بقوتي، يا احلى حاجه في دنيتي، يا احلى حاجه في دنيتي. اوعك تغيبي وتتبلي، بهديكي قلبي يطمنك، بهديكي روحي تقبلي، بهديكي عمري وفرحتي، ولا يوم اشوفك تزعلي. صوتك نغم مليان حنين، والثانيه من غيرك سنين، والفرحه في بعادك دموع. بشبع يا أمي بضحكتك بشبع يا أمي بضحكتك وبدمعتك دايما بجوع. أمي العزيزة الطيبة، معلش بس استحملي، هطلب طلب من حضرتك، ممكن توافقي وتقبلي. أنزل أبوس على جزمتك، كل عام وكل أم مصرية بخير. هنطلع نشوف تقرير وهنرجع لحضراتكم تاني. برحب بحضراتكم من جديد. كل عام وكل أمة مصرية بصحة وسلامة وصحة. احنا يعني برنامج هو المجتمع، حبينا ان احنا ننزل على ارض الواقع ونقول يعني نقدم حاجة قليلة لأقل ست وأفضل ستات مصر. بشكر حضراتكم. قبل كده اتكلمنا في حلقة سابقة عن قانون الأحوال الشخصية من منظور ديني، النهاردة ان شاء الله هنناقش الموضوع بس من منظور قانوني. عشان كده معانا ومشرفنا المستشار احمد علي عبد السلام، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. ومشرفنا في حلقه تانية المستشار محمد سعيد قشطه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. وطبعا برحب بالزميله سمر عبد الله. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا سمر. كل سنه وحضرتك طيب. انت بالف خير يا رب، وكل ام بالف خير. لو هتوجهي حاجه سريعه كده بمناسبه عيد الام هتقول لهم ايه؟ انا بقول لكل ام مصريه كل سنه وانت فوق دماغنا، كل سنة وانت جوه قلبنا، كل سنة وكل أم بألف خير. طيب هبدأ بقى مع المستشار محمد. برحب بحضرتك طبعا من جديد. حضرتك. وبنعتذر طبعا عن تأخير الحلقة، ولكن نظرا للظروف طارئة. ربنا يعينك. ربنا يعينك. طيب هنتكلم بقى عن المشروع القانوني الخاص بالأحوال الشخصية. لو هنبدأ نتكلم بقى نتناوله عن الإيجابيات الموجودة فيه. تمام. لو نبدأ نتكلم عن الإيجابيات. ممكن حضرتك تقول لي بعض الإيجابيات الموجودة الإيجابيات في القانون الأحوال الشخصية الجديد؟ أول حاجة منع زواج القاصر. القانون الجديد منع زواج القاصر. تاني شرط، تاني واحدة، ترتيب الأب بالنسبة للحضانة بقى في المرتبة الرابعة. كان أنا كل بند هشرحه بالتفصيل. تالت حاجة قانون الاستضافة، إن من حق كل أب يشوف ابنه 12 ساعة في الأسبوع. 12 ساعة في الأسبوع. رابع شرط، سن الحضانة بقى 15 سنة. بالنسبة لمنع زواج القاصر، إن القانون الجديد بتاع قانون الأحوال الشخصية قال الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه كل من شارك في زواج طفلة لا تبلغ من العمر 18 سنة. حتى المأذون القانون الجديد قال
لو المأذون هو اللي كاتب لهم يعاقب برضك بالحبس سنة وغرامة لا تقل على 50,000 جنيه. دي حضرتك شايفها إيجابية؟ إيجابية طبعا، إيجابية طبعا. تاني شرط ترتيب الأب بالنسبة للحضانة. كان الأول الأب في المرتبة الرابعة، كان الأول الأب في المرتبة الستاشر، الوقت الأب بقى في المرتبة الرابعة. يعني إزاي؟ كان الأم فأم الأم، الوقت بقى الأم فأم الأم فأم الأب فالأب. يعني الوقت الأم فأم الأم فأم الأب فالأب، يعني الأب الرابع. بقى في المرتبة الرابعة. قبل كده كان بعيد طبعا، كان في المرتبة الستاشر. الستاشر رفعة جامدة جدا. بسم الله ما شاء الله، كويس، ده خير لكل أب. كويس. رابع حاجة سن الحضانة بقى 15 سنة. قبل كده كان سن الحضانة في مذاهب بتقول 16 سنة وفي مذاهب بتقول 18 سنة، بقى سن الحضانة دلوقتي 15 سنة. تمام. في أي إيجابيات تاني؟ لا، هي دي أربع إيجابيات اللي من وجهة نظري. تمام. أستاذ أحمد، إحنا بنرحب بحضرتك النهاردة. أنا شرف لي إن أنا مع حضراتكم يعني، وبرضه عايز بس أقول حاجة، كل سنة وكل أم مصرية بخير، وكل سنة وأمي بخير، وربنا يخليها لينا. كل سنة وهي بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين. دلوقتي إحنا عرضنا الإيجابيات، إيه بقى السلبيات لمشروع الأحوال الشخصية؟ هو أستاذ محمد عرض الإيجابيات بتاعة القانون، بس أنا من وجهة نظري، أنا هتكلم من وجهة نظري لأن بيختلف أوجه النظر بالنسبة للفقهاء في القانون. تمام. فمن وجهة نظري عند مطالعتي للقانون، في بند في القانون إن هو في حالة أن يتزوج الرجل المرأة أخرى، هنا القانون بيعاقبه بسنة و50,000 جنيه غرامة. طيب، المشرع أو اللجنة التشريعية في مجلس الشعب لما حطت الحكم ده لم تضع في الاعتبار إن في حالة هنا في بيت وهنا في بيت، هنا في أولاد وهنا في أولاد، طب أنت هتحبسني سنة وهتاخد مني كمان غرامة، طب وضع البيت ده إيه وضع البيت ده إيه؟ صح. وضع الأولاد هنا، وضع الأولاد في الزوجة التانية إن وجد أولاد. ده من وجهة نظري. وحاجة تانية يعني اللي هي الحاجة السلبية الأولى إن هو بالنسبة للحكم في حالة الزواج التاني. أما بالنسبة للي هي ترتيب الوصايا للأب اللي هي أم الأم فأم الأب فالأب، أنا آسف في التعبير ده، إحنا كده بنضحك على نفسنا. طب ما هي أم الأم يعني الزوجة موجودة في نفس البيت، وأم الأب يعني الأب. لا، يبقى لازم نقدر أو اللجنة التشريعية في مجلس الشعب تحاول بقدر الإمكان إن هي تحط مصلحة الصغير في الأساس. لو وضعنا مصلحة الصغير في الأساس هنجد أن الأب والأم لازم يكونوا مع الطفل عشان يطلع الطفل سوي في ظل الظروف الاجتماعية المتلخبطة اللي احنا فيها، وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والتيك توك وخلافه. وجهة نظر حضرتك تحترم جدا، لأن انت كل همك الطفل. أكيد طبعا، الأطفال اللي وسط العلاقة دي الأب أكيد والأم طبعًا. فاحنا أكيد عايزين طبعًا. نحافظ عليهم في بيئة سوية، لأن بقت ظاهرة عامة في المجتمع المصري حالات الطلاق. تمام. وبالذات في أي مشاكل زوجية والمشاكل ما بعد الطلاق، يعني هو الطلاق إذا كان مثلا مشكلة ممكن حلها، إنما مشاكل بعد الطلاق هي دي اللي مدخلانا في دي مشكلة كبيرة جدا، إن أنت تفاجئ إن المشاكل بتزيد. يعني حصلت مشكلة بسيطة لو ما تلمتش بتلاقي بقى لا، الست تطلع الوحش كله والراجل يطلع الوحش كله، فبتلاقي كل الإزازة اتكسر. مفيش تسريحهم بإحسان بقى وكده، مبقاش فيه، مفيش بسيطة. ده من وجهة نظري. تمام. البسيطة. طيب، ده بيؤدي بقى إن إحنا بيبقى معانا بقى أحكام نفقة، أول ما الست يحصل مشاكل تيجي طالبة نفقة، كيفية تنفيذ بقى الأحكام دي؟ هو يعني لو جات لك بقى زوجة وقالت لك ارفع لي قضية نفقة. تمام. هي عموما النفقات الزوجية ونفقة الصغار، لأن النفقات بيبقى مثلا في نفقات قبل الزواج قبل الطلاق وفي نفقات بعد الطلاق. هنتكلم عن النفقات اللي قبل الزواج اللي هي نفقة الصغير والنفقة الزوجية. أولا يعني لازم نعرف كلنا إن يجوز إن الست ترفع نفقة ليها ولأولادها وهي على ذمة جوزها. يعني الزوج ممكن يتفاجئ، او في ازواج ما بيبقاش عندهم العلم القانوني فيقول لك ده رفعت عليا يعني وهي لسه على ذمته، وهي على ذمته وهي على ذمته، ممكن يكون نازل الشغل وهي رفع عليه ما يعرفش. طيب، في حالات من دي. استاذ احمد، استاذ احمد اهلا وسهلا بحضرتك. استاذ احمد. ايوه يا فندم، مع حضرتك. الو. هنكمل لحد ما يجي الاستاذ. انا معاك يا فندم. فالنفقات لما الست بتخش المحكمه وبتبدأ ترفع النفقات بيظلها أحكام بالنفقة، طريقة بقى التنفيذ اللي حضرتك طيب أشرت. رجع لنا الأستاذ أحمد تاني. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وفندم. اتفضل يا فندم. حاسس الأول أهلنا مصر كلها بالأم العظيمة، الأم المصرية اللي عمرها ما تتعوض،
اللي دايما بتشيل دور الاب والام والاخ والاخ والاخت وكل حاجه. ده اولا احب ارحب بالبرنامج والاستاذ المستشار محمد سعيد قشطه والمستشار احمد عبد السلام. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يبارك فيك. اتفضل يا فندم، ايه المشكله عند حضرتك؟ اسال استاذ محمد سؤال. اتفضل يا فندم. كنت بسال بالنسبه للنفقه لغير للموظف، لان انا مراتي رفع عليا قضيه نفقه وانا راجل موظف. هل بتتخصم من مثلا بنك ناصر ولا بتتخصم من المرتب ولا بتتخصم منين؟ هو في انفصال يا فندم؟ يا فندم مع حضرتك. في انفصال؟ في انفصال اه. تمام، شكرا شكرا. هيجاوب على حضرتك يعني. شكرا. ونشكر الاستاذ محمد وهو عالم من اعلام بورسعيد واستاذ احمد، وربنا يا رب يسدد خطاهم يا رب. بنشكر حضرتك، بنشكر حضرتك جدا يا استاذ. شكرا شكرا حضرتك. الاستاذ احمد بيسال سؤال، بيقول هو موظف. هو وجهه الاستاذ محمد. استاذ محمد معلش، هو حاليا بيتكلم ان هو موظف وزوجته رفع عليه قضيه نفقه، فكده عايز يعرف بقى النفقه دي هتتسدد منين. هو في حاله ان هو موظف، هو جميع النفقات بتجيب مثلا متجمد النفقه بتحجز على مرتبه، بتروح تحجز على مرتبه او تروح تحجز على على عليه في الشغل. في بالنسبه للنفقه اللي جايه بتروح بنك ناصر، وبنك ناصر بياخد مرتبه. يعني هي في بيبقى في متجمد نفقه، يعني بتاخد حقوقها. بتاخد حقوقها طالما ان هو موظف. تمام. في حاله متجمد او في حاله النفقه اللي جايه، يعني في حاله النفقه اللي جايه بتروح بنك ناصر، في بنك اسمه بنك ناصر، بنك ناصر بياخد من مرتبه. هو بيدي للزوجه وبعد كده بيحاسب الزوج. تمام. صح كده؟ تمام. تمام. سواء بقى متجمد او سواء ان هو يبقى شاهد عليه كده. اه تمام. استاذ محمد حضرتك نورنا المره الثانيه في اول المجتمع. انا عايز اسال حضرتك من وجهه نظرك بقى، مشروع القانون ده مع الزوج ولا الزوجه؟ هو مع الاثنين. ازاي؟ مين الكسبان فيهم مع المشروع ده؟ ما فيش حد كسبان، هو ليه في شروط حلوه للراجل وفي شروط حلوه للست. تمام. بالنسبه للراجل الاستضافه، كان الاول الراجل بيبقى ليه يوم في الاسبوع 3 ساعات، كل يوم جمعه 3 ساعات بيشوف ابنه في مكان مقفول، ما بيعرفش ياخده ويطلع بره يجيب له حاجه، يخرج معاه يوديه ملاهي يوديه حاجه. الوقت اتطبق قانون الاستضافه. قانون الاستضافه من حق كل اب يشوف ابنه 12 ساعه في الاسبوع، ياخده بقى يروح يجي يلعب كل حاجه. بس برضو قانون الاستضافه ده نشا عنه مشاكل كتير قوي. إن الأب حصل الاب بيهرب. تمام. بالطفل، الام بتهرب بالطفل. لا، ما تبقاش فاهم الدنيا بتوصل ليه. القانون الجديد حدد ضوابط، يعني الاب في حاله ان هو ياخد ابنه ويهرب او ما يجيبش ابنه لطليقته، القانون قال ان في الحاله ديت بياخد حكم حبس سنه. حكم تمام. حبس سنه، بيتحبس سنه في حاله عدم تنفيذ قرار محكمه. تمام. بالنسبه بقى للست، هو الشرط الحلو اللي بتاعها القانون قال عليه ان في حاله زواج جوزها، يعني في حاله دي زواجه الحاجه اللي كسبتها بصراحه بدون علمه ان هو يتحبس سنه وغرامه من 20 ل 50 الف جنيه. تمام. ده الشرط الحلو للست بس، يعني من وجهه نظري. تمام. انت شايفه ده ايجابي بالنسبه للست؟ لا ده مش ايجابي. ما انت بتقول حلو للزوج. انا بقول للست، يعني يعني للست هي حاسه من وجهه نظري. ما هو هيغرم 50 الف وهيتسجن، هي كسبت ايه والاولاد بقى اللي بيتعبوا في الكلام ده. طيب انت حضرتك بتقول وصايه، بتقول حضانه، بتقول ولايه، ده هيخلينا نروح طبعا للاستاذ احمد واساله يعني ايه الفرق بين الولايه والوصايه والحضانه. ده موضوع كبير جدا. الولايه احنا بنسمع المصطلحات دي كتير جدا. الولايه والوصايه والحضانه. تمام. تمام. بالنسبه للولايه، هي الولايه بنكملها بنقول الولايه التعليميه. الولايه التعليميه ديت بيثبت حق الولايه التعليميه للأم في حالة الطلاق. يعني في حالة الطلاق أنا بنصح كل أم وكل زوجة حصل انفصال إن هي بيبقى من حقها بتقدم حاجة اسمها أمر على عريضة للمحامي العام، وفي خلال أسبوعين بيطلع لها حاجة اسمها الولاية التعليمية. تعليمي. أما إحنا بنتكلم بعد كده عن دي ممكن تيجي لحضرتك المكتب وبتتعامل فيها. طبعًا. الولاية التعليمية ما بتاخدش وقت خالص، وبتاخد صورة رسمية من الحكم وبتسلمه للمدرسة. هي بقى بتتحكم في إدارة أمور التعليمية بالنسبة للصغير. يبقى إذن الولاية هنربطها بالولاية التعليمية. بالولاية التعليمية. طيب الوصاية بقى نتكلم على الحضانة أستاذينك وبعد كده الوصاية، لأن الوصاية فيها طيب إحنا بس عندنا كمية اتصالات كتيرة. طيب. جدا هناخد مدام فاطمة ونرجع لحضرتك تاني. معلش يا ست مستشار. معلش مدام فاطمة أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك بخير يا فندم. وانت بخير، نورني ان شاء الله. ده نور حضرتك يا فندم، اتفضلي يا فندم تحت امرك.
كنت عايز اسال الاستاذ احمد بس عن قانون الاستضافه، هل يتم ولا لا؟ قانون الاستضافه طبعا في الرؤيه. تمام. طيب شكرا لحضرتك يا فندم. هو بالنسبه للاخت الفاضله اللي سالت السؤال دوت، هي القانون كله دلوقتي في اتخرج من اللجنه التشريعيه لمجلس الشعب ولسه بيتم مناقشته. يعني بنتكلم ان هو مشروع قانون. هي حته الاستضافه ديت يعني من الامور المهمه جدا 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 اللي المفروض تطبق، لان ازاي انت تجيب طفل زي ما قال الاستاذ محمد في اول الحوار، ازاي انت تجيب طفل في اول حياته وتخلي الاب يشوف حته من قلبه او حته من روحه، او الطفل الصغير بيكون متعلق بالاب وتحطه يشوفه لمده 3 ساعات. ده اشبه بالسجن، اشبه ان انا اخد تصريح زياره لواحد مسجون جوه السجن، انا راح ازور ابني المسجون في الرؤيه، احنا الاثنين بنشوف بعض. من حق الاب يعيش حياته اليوميه مع ابنائه، يعني عشان من حق الطفل ان هو يتمتع بابوه او في بأمه. امهات بقى، في امهات تفكيرها بيوديها في حتت سوداويه. ازاي يعني بتحاول تخلي الطفل سلاح او اداه ضغط على الاب، بمعنى ان هو بيشوفه الثلاث ساعات لان هي خايفه طبعا من العقوبه، ولا تخليه يكلمه ولا يخليه يتواصل معاه هاتفيا. كل ده بتضغط على الطفل، بتبس فيه الخوف، الولد بيطلع مهزوز، شخصيته مهزوزه، تبص كده للولد خايف من مامته مع ان ده راجل المفروض هو اساس واعمده من اعمده المجتمع، لازم الولد يبقى عنده ثقه في نفسه ويعيش بين اب وام. فانا شايف ان قانون الاستضافه، يعني انا بنادي من مكاني هنا ومن منبرك الرائع ومن منبرك الرائع برضو، انا بنادي وبناشد كل السلطات وكل القائمين ومجلس الامومه والطفل ان هو المفروض يبقى مصلحه الصغير اولى في الاعتبار في قانون الاستضافه، لان في ابهات كتير بيعانوا، في ابهات كتير حلوين، انا ما بقولش ان الكل وحش، لكن في كتير ابهات بيتالموا وبيتعذبوا على الطفل الصغير. طبعا الام بتبس حاجات يعني زي ايه، صفات كذب، صفات ما تقولش ما تعملش، ده غلط، المفروض يبقى فيه توعيه او جانب مجتمعي يتوعي الام في الحالات دي، تطلع الطفل بره الحسابات. ممكن برضه هيرد عليك الازواج هيقول لك وفي العكس. ماشي، هو صح. الحضانه مع الام مش مع الاب، الاب بيشوف الطفل لمده 3 ساعات. احنا بنتكلم عن التربيه بصفه عامه. ما هو الاب ما بيربيش في الحاله دي، انت بتتكلم حتى في حاله ان هو شافه مثلا 12 ساعه ده في حاله تطبيق الاستضافه. ده في حاله تطبيق الاستضافه، هنا بقى بناشد كل اب ان هو يستغل الوقت اللي مسموح له في ابنه ان هو يعوض الفتره اللي فاتت. هل هيقدر في خلال 12 ساعه في الاسبوع؟ هو يعني احسن من ما فيش، بالنسبه لي انا احسن من ما فيش، بس انا هكمل بس على كلام استاذ احمد. ان اللجنه التشريعيه قالت ان الاستضافه مربوطه بسن ال5 سنوات، يعني الطفل قبل كده ما بيتطبقش عليه قانون الاستضافه، انطبق يعني في حاله التطبيق بيبقى من 5 سنوات يبدأ الأب يطالب بالرؤية. فأنا بناشد يعني كل القائمين على هذا القانون بسرعة تطبيق قانون الاستضافة لمصلحة الطفل. تمام. طيب هنروح بقى لست هشام محمد. احنا برضو اتكلمنا عن نقل الحضانة، اكيد ليها شروط. طبعا. ايه هي الشروط يا فندم بتاع نقل الحضانة؟ اول شرط في حالة بلوغ الطفل سن 15 عام، يتم تخيير الطفل، انت عايز والدك ولا والدتك قدام المحكمة. لو هو اختار والده أو والدته يروح معهم في حالة 15 سنة. تاني شرط عدم تنفيذ حكم رؤية. شرط عدم تنفيذ حكم رؤية ده في حالة إن يكون أب طلع له حكم رؤية وبيروح يبص على الرؤية، يبص على ابنه كل مرة واحدة في الأسبوع، ومامته ما جابتش الطفل ده، مامته ما جابتش الطفل، مرة 2 3 4 بيرفع قضية اسمها قضية تعويض عن عدم تنفيذ حكم رؤية. بعد ما قضية التعويض دي بتوصل حكم نهائي بياخد الحكم بيرفع دعوة اسمها دعوة إسقاط حضانة. إسقاط الحضانة ده بيبقى إسقاط حضانة وقتي، مش على طول، يعني في قضاء لما يطلع حكم بإسقاط الحضانة بيطلع 6 شهور 3 شهور. تمام. شهرين. ثالث شرط اتهام الزوجة أو المطلقة بحكم قضية مخلة بالشرف. تمام. يعني هم طول ال3 شروط في نقل الحضانة من الام لام الام او لام الاب، هي دي 3 شروط. دول ال3 شروط. تمام. طيب انت لما بيجي يتعرض عند حضرتك قضيه، احنا طبعا بنسمع ان في مشاكل كتير في الموضوع ده، بنتكلم ما بين الزوج وما بين الزوجه، والضحيه طبعا زي ما سمعت المستشار قال الاولاد. احنا بنسمع ان في ابهات بتخطف ابنائها، يعني تبقى الحضانه نفسها موجوده للام وبعد كده بيتخطف.
وبعد كده بيبقى معها حكم وللاسف ما بتقدرش ان هي تنفذه. في الحالات اللي زي دي اللي بيتم لا بتنفذه، بتعمل طلب في النيابه او بتعمل اول محضر في الاسم ان تم طلاقها، اخذ الطفل بيمشي باجراءاته، بتسال في نيابه الاسره وبيمشي في اجراءاته، بيطلع في الاخر صيغه تنفيذيه وبتتابع الطفل وبتنفذ. طب الكلام ده لو الطفل في فندم بقول لحضرتك في ناس معاها احكام درجه حكم من النيابه العامه ومن النائب العام وقدموا مناشدات كثيره جدا ومع ذلك لم يتم التنفيذ، لازم المحامي بتاعهم يجري ويشوف مكانه فين ويجيبه لهم. يعني هنا المشكله مشكله محامي او حد يجري معاهم، ما بقولش محامي، حد يجري معاهم، حد يجري معاهم ويشوف لهم الاطفال فين، او تراقب طليقها تشوفه هو فين، تجري تشوف ابنائها فين. تمام. ولو الاب بعد اذنك يعني اخذ الابناء وهرب بره مصر خالص مش هينفع يطلع بره مصر، ما يعرفش يطلع بره مصر ازاي؟ ما هو لازم، سمعت مشاكل جات لي كده، عشان الابن يطلع بره مصر مع ابوه او مامته لازم امر للقاضي، حاجه اسمها امر على عريضه بتمكين الطفل من السفر مع الاب او مع الام. تمام. ولازم اعلان الطرف الاخر عشان تمكين من السفر. الموضوع مش سهل يعني. تمام. الموضوع مش سهل. طب استاذ محمد بقى ايه اغرب قضيه قابلتك؟ لا في كتير، اغرب واحده ممكن نعرفها؟ في كتير، تعرف مجتمعنا فيه غرائب وطرائف. تمام. ايه اغرب قضيه يعني؟ في مثلا يعني انا مش متذكر دلوقتي، بس ممكن النهارده في ناس بيتجوزوا شهرين، ثالث شهر تلاقيهم بيطلقوا، الست راحت محكمه الاسره. في ناس بتتجوز اسبوع نلاقوهم في محكمه الاسره. استاذ محمد هناخد اتصال. دكتوره سلمى اهلا وسهلا بحضرتك. الو دكتوره سلمى. الو يا فندم. اي فندم مع حضرتك يا فندم، اتفضلي يا فندم. أنا دلوقتي طليقي رجل قانون ليه سلطة. تمام. كان بيشوف ابني عن طريق رؤية قانونية في النادي، هو خطفه من سنتين وكان ماضي في الدفاتر الرسمية إن هو أخده. طليقي ده معروف مكان إقامته مكان شغله، ومع ذلك أنا مش عارفة أنفذ. أنا الحضانة معايا ويطلع لي قرار تسليم صغير من المحامي عام أول، والتنفيذ طبعا بيجاملوا علشان سلطته. ممكن اسالها سؤال؟ اتفضل. اتفضل اسالها سؤال. طب هو اخده من مكان الرؤيه ازاي؟ يعني هو في مكان رؤيه اخده من النادي ازاي؟ ما النادي يتحاسب. هو اخده من النادي، هو كان بيشوفه. ماشي. فانا بقول لك ليه نفوذ؟ يعني مش دي المشكله. تمام. اتفضل يا دكتور. استاذ احمد هو دلوقتي ابني مقيم مع سيده مسنه 70 سنه اللي هي جدته، ووالده اكتر. جدته ووالده اكتر من 20 يوم في الشغل، بس هو واخده يعني لو يدراع، وانا بساوم على ايصالات امان على بياض علشان يبني ابني. هو اللي طلب كده يا فندم؟ اه. اسالها سؤال بس معلش فندم، اتفضل. هو حضرتك عارفه مكان الطفل؟ هي قالت في بدايه المكالمه يعني انت متاكده من مكان الطفل؟ متاكده. تمام. وهو بيساومك ان انت تمضي ايصالات امانه عشان ياخدوا الطفل؟ عشان يديني الطفل، صح كده؟ بص يا فندم، موضوع زي دوت. بشكر حضرتك سياده المستشار، هيرد على حضرتك. شكرا. شكرا دكتوره سلمى. موضوع زي دوت هيبقى في الشغل فيه من كذا طريقه. هي بتقول ان الشخص اللي اخده شغال في مكان مرموق. تمام. الاماكن المرموقه في ناس هتجامل وفي ناس مش هتجامل. هنشتغل على كذا صعيد، صعيد قانوني وصعيد غير قانوني برضو، ان احنا نعرف الطفل فين وابدا اضغط على مواطن الضعف والقوة عنه. للأسف القصة دي بتتكرر كتير وبيجي لي كتير ناس كتير بيبقى أولادها مخطوفة منها الأب. في النهاية بتقول لك معايا حكم محكمة الأسرة كنت بيبقى معاهم كل حاجة، وبيبقى معاها طلب باسترداد وأمر على عريضة بالتنفيذ، لكن ما بيتنفذ. ليه بقى؟ لأن الأب ممكن يكون عنده سلطة، عنده نفوذ، عنده مال، عنده قوة، والست بتبقى مستضعفة. بس القانون على الجميع يا فندم. في حالات بيبقى الطفل مش موجود خالص، والقانون في الحتة دي في ثغرة، لان المفروض رئيس المباحث اللي في الدائره الطفل لازم يتعاون معانا معاوله كامله وسريعه، وان هو يتوجه. فموضوع زي ده الضغط فيه مش هيبقى عن طريق واحد، الضغط فيه هيبقى على كذا طريق وعلى كذا صعيد، لان الموضوع ده متكرر وفي فعلا ابهات كتير بيبقى يعني ايه مش عارف اقول، بتستفحل بقوتها
وبتاخد الطفل وبتخفيه نهائي، فما ينفعش معاه القوه، لازم يبقى قدامها قوه. لا والمشكله كمان ان هو مش موجود. بشكر حضرتك جدا جدا. انا متشكر لحضرتك. الحلقه محتاجه حلقه واثنين وثلاثه واربعه. سيادة المستشار محمد بقى نختم معاك بقى، كنت حضرتك حابب ان انت توجه كلمه بقى في نهايه الحلقه. انا بقول في نهايه البرنامج شكرا لحضرتك وشكرا لحضرتك. احنا بنشكر حضراتكم على حضوركم. وبقول لكل ام كل سنه وانت طيبه بالنسبه لعيد الام، وبقول لامي كل سنه وانت طيبه، وبقول لام اياد ما تزعليش مني. ام اياد؟ ام اياد في رساله لام اياد اهي على الهواء مباشره، ما تزعليش من سيادة المستشار. استاذه سمر كلمة نهائية. أنا بشكر حضراتكم وبشكر أمهاتنا جميعا، وبرضو ألف رحمة ونور على كل أم فقدناها، ما ننساهمش وقلبي معاهم، ونفرح في صمت شوية بأمهاتنا. وكل سنة وأمي بألف خير، وكل أمهاتنا بألف خير. كل سنة وأمهاتنا بخير. بشكر حضراتكم جدا. الشرف لنا كلنا طلعت معكم، أنت سمحت لنا إن احنا نكون احنا بجد مبسوطين بالحلقة، ونتمنى حلقات وحلقات، ولسه عندنا قوانين كتير إن شاء الله بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى، لأن الموضوع شيق ومش هيخلص بين يوم وليلة إن شاء الله. طبعا بشكر حضراتكم على حسن الاستماع، على أمل إن شاء الله إن احنا نلتقي بكم في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.